سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتقولوا؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير. اليوم غادي نوجدوا انا وياكم واحد الكريم اللي زوين 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 بزاف، حتى الدريات اللي سولوني قالوا لي واش يمكن تصاوبي لينا شي كريم اللي ديال البرد دابا ديال الشوفيه وضد التجاعيد. اوكي، اللي غنصاوبو لكم راه هو هذا الكريم. هذا اشنو غيكون فيه؟ ديالاش كيصلح هذا الكريم وفاش غادي نديروه؟ الكريم كيصلح للبشره الناشفه وتيصلح للتجاعيد وتيغذي لينا البشره زوين زوين بزاف، ولا بغينا نشريوه من برا غالي غالي بزاف وفيه مواد كيميائيه. دونك حنا غنصوبوه في الدار وعلى يدينا وبالمواد اللي موجوده طبيعيه. وخليكم معايا باش ندوزو ونشوفو داكشي اللي غنحتاجو ونوجدوه مع بعضياتنا. هنا عندي واحد طاوه ولا واحد طاسه فيها الماء سخون ولا طايب، غادي نديرو فيها هادي اللي خاويه بزاف، ولكن نتوما من الاحسن من الاحسن دوبو هادشي في حمام مريم من الاحسن باش يذوب لينا مزيان، حيت هنا غادي يبقى غادي يتعطر باش يذوب. اوكي، اش غنحتاجو؟ غادي نحتاجو واحد معلقه ديال زبده الشيا، وغادي نحتاجو واحد معلقه ديال زيت الكوك ولا زيت الكوكو، وغادي نحتاجو هنا واحد المعلقه ديال شمع النحل. شمع النحل ولا الشمع ديال النحل فين غنلقاو؟ غنلقاو عند هذوك اللي تيبيعوا العسل ولا تيبيعوا العسل وكيبيعوا الزيو تاعو داك الشيء مواد طبيعيه، غنسولهم على الشمع ديال النحل راه يعطيه لينا، عندهم موجود. غندير واحد المعلقه كبيره، ومن الاحسن يكون هذا الشمع اللي اللون ديالو هكا غامق ولا جاي معروف الكحل. غادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو، اوكي. اش غنحتاجو هنا؟ غنحتاجو زعفران شعره، ها هو دا، نكونو سخناه من قبل باش يتفرتت لينا بسهوله باش يندمج لينا مع هادشي كامل. غادي نديرو هكا ونهزو بحال هكا ونفرتكو بحال هكا فوق، نفرتو مزيان مزيان، ملي كيكون سخون هو راه دغيا كيتفرتك. صافي، وكنخلطو هادشي كولو كيف قلت لكم، من الاحسن من الاحسن ديروا ليه حمام مريم فوق النار فوق النار، وتبقاو باش يذوب ليكم دغيا دغيا. المهم ها هو دا، بعد ما سخنتو في حمام مريم ها هو كيولي بحال هكا، كيولي بحال هكا خصو يذوب داك الشمع، ما يبقاش يذوب كلو. ولا كنتو غادي ديرو في الثلاجه ولا هذا، ديرو في هادو اللي غادي يجي حيد لينا بسهوله. بغيتو وراه كتحطوه غير برا راه تيبقى تيقصح، ماشي ضروري الثلاجه. المهم اللي خليتو غير برا راه تيقصح، بغيتو ديرو في الثلاجه ديرو في الثلاجه، بغيتو تخليوه على برا خليوه كيولي بحال الكريم. المهم ها هو دا، غنديرو هنايا باش ندخلو شويه الثلاجه يقصح، ها هو دا نديرو هنا ها هو دا، وغادي نسد عليه وغادي نديرو في الثلاجه ولا برا، ولا راه تيجمد. هو درتيه في الثلاجه تيجمد، خليتوه على برا راه كيجمد كيولي بحال الكريم. وغادي نبداو نستعملوه فوقاش ما احتاجيناه، كريم زوين زوين بزاف. وهي دي بعد ما خرجنا من الثلاجه كتعطينا هاد كتقصح وتتولي هكا كتاخذ الفورمه ديال داكشي فاش درناه. غير نتوما خاصكم
ملي تبغوا تذوبوها في حمام مريم تخلطوها مزيان باش ما يبقاوش فيها هذوك الحبيبات ديال الشهد ولا ديال الشمع النحل. وهذه انا درت فيها القهوة لتحت، درت في القهوة في المول الحبيبات، وعاد خويت الخليط ديالي كتجي فيها واحد الريحة زوينة ديال القهوة. فيها واحد الريحة غزالة غزالة. نتوما ما بغيتوش ديروه في الثلاجه، راه يمكن لكم ديروه في واحد البواطه ديال الزاج ولا ديال البديع، وكتخليوه على برا كيبقى كريم، وفوقاش ما احتاجيتوه راكم كتخدموا به. هادشي اللي كاين، وراه زوين زوين بزاف، وكنتمنى تجربوه. غير جربوه راه زوين، ما غاديش تندموا عليه، غير جربوه. الا كانوا عندكم المكونات جربوه، ونتمنى يوافق لكم. زوين بزاف في الترطيب وضد التجاعيد، وكيغذي لينا البشره. كنديروا الوجه ديالنا، العنق، اليدين ما تنساوهمش، وترجلينا الى كانوا ناشفين حتى هما، علاش لا ما نديروهمش. تخصوا واحد الوحيده الرجيلات ديالنا، وبقاو نديروا الا كانوا عندنا الرجلين ناشفين نديروا ليهم. راه زوين زوين بزاف، نتوما غتجربوه، وكنتمنى تجربوه ويعجبكم. وخليت لكم لهنا والراحه، وبسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر. بسلام عليكم.